يومكم سعيد. التنمر وما أدراك ما التنمر. التنمر دي كلمة خبيثة جدا 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 لكل واحد بيقطع في لحم أخيه المسلم. يعني أنا مش عارفة كمية التنمر اللي بتكون من البشر في الكومنتات أو على السوشيال ميديا، يعني تنمر بصورة رهيبة جدا جدا. والله يا جماعة، لو كل واحد ركز في نفسه وركز في أموره وشاف أموره وخلى تركيزه كله في مشاكله أو في حلولها أو يشوف أموره، هو مش هيلاقي وقت يركز في أمور الآخرين. عشان كده عمرك ما بتلاقي واحد ناجح مؤذي، أو ما بتلاقي واحد ناجح يتنمر على حد، لأنه مشغول بنجاحه، هو مركز في نجاحه مش مركز على الآخرين. التنمر ده أنا بعتبره فضا، الناس فاضية وعمالة تلت وتعجن وخلاص وتقول كومنتات فظيعة فعلا. والله العظيم يا جماعة، الواحد لما يقرب من ربنا ويكون في حاله ويركز، ربنا بيكون معاه جدا وبيقف معاه وبيسترها معاه في مواقف كتيرة وبيساعده في مواقف كتيرة ويعني بيحلله مشاكل كتيرة. فإحنا ليه نتنمر على إخواتنا في الدنيا ولا في الإسلام ولا في البشرية كلها؟ ليه نتنمر على ناس؟ ليه نحقد؟ ليه نغل على الناس؟ ليه نبص على اللي في إيديهم؟ خلينا نركز على نفسنا ونشوف مساوئنا ونحاول نحلها، نشوف بنعمل إيه غلط ونحاول نصلحه، نركز في وقتنا إحنا نستغله إزاي، ننتفع بيه إزاي. يعني كفانا فعلا التنمر المنتشر اللي هو غيبة ونميمة، حاجات نهى عنها ديننا ونهى عنها إسلامنا.